بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني وكمان مره وحشتوني. النهارده عندنا روتين جامد جدا ان شاء الله هيعجبكم، من بدايه اليوم لنهايه اليوم باذن الله. النهارده اول حاجه، اول ما صحيت من النوم هعمل ايه؟ هعمل الطماطم اللي انا سايباها من امبارح بالليل، حبيت ابدا بيها اليوم بتاعي علشان خاطر زحمالي المطبخ وعايزه استعمل البوتاجاز والدنيا عندي زحمه، فقلت اخلص منها هي الاول وبعد كده نشوف اليوم بتاعنا ماشي ازاي. تعالي معايا بقى نبدا الروتين بتاعنا كده، ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحط اللايك بتاعك. روتين النهارده يوم كامل، لو عجبك الروتين حط اللايك واكتبي لي في الكومنتات استمري يا هبه على موضوع الروتين اليوم الكامل، وان شاء الله نشجع بعض باذن الله. طبعا هنا في المرحله دي كنت خلاص قربت اخلص الطماطم، بس كنت طالبه اوردر فراخ فجالي، فعشان كده لبست الاسدال، واكيد انت خدتي بالك. الراجل اتصل بيا فلبست الاسدال، عقبال ما هو طلع لي كنت خلصت الايه، خدت منه وبعد كده رجعت كما كنت لبست البيت اللبس البيت العادي. هنا كان في شويه طماطم برضو فضربتها كده ورحت مصفياها على طول بالهاند بلندر. عندي هنا بقى هعبيهم في الاكياس واخلص منهم كده بسرعه. عايزه اقولك ان انا مستعجله جدا، عايزه افطر وافطر الولاد عشان نازله راح اشتري حاجات طلبات للبيت، وفي حاجات كده هشتريها هتعجبكم ان شاء الله، هنعمل بيها حلقه قويه جدا ان شاء الله قبل رمضان اول الاسبوع الجاي ان شاء الله، هتعجبكم باذن الله. فكنت مستعجله وقلت اخلص بسرعه ونخلص كل حاجه في اليوم بتاعنا. ثواني بس اقفل الواي فاي عشان الرسائل اللي بتيجي كده. خلاص عملت الطماطم بتاعتي وهحطهم في الفريزر. على فكرة الاكياس ديت عشان لو حد سألني عليها، هي سعرها مش غالي ولا اي حاجة، تقريبا العلبة فيها 20 كيس ب 15 جنيه. محكمة الغلق بتتقفل كويس وما بتاخدش مساحة في الفريزر. اما بقى شوية المواعين دي فهنخلص منهم برضو بسرعة 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 واحنا واقفين كده قبل ما نبدأ في الفطار، عشان ما يبقاش عندنا اي حاجة خالص. لسه بقى هنعمل الغدا ولسه في فراخ جات لنا هنغسلها وهنطبخها مع بعض، يعني اليوم بتاعنا النهاردة مشجع جدا جدا جدا. هنا حطيت شوية لبن وقلت هسخنهم كده عشان انا مدمنة شاي بلبن، ما ينفعش يعدي يوم من غير ما اشرب شاي بلبن يعني. وهنعمل بيض ببسطرمة مع حتتين جبنة رومي فلامنك كده، يعني اللي موجود في التلاجة هنفطر بيه والحمد لله. حمرت طبعا البسطرمة شوية وبعد كده نزلت عليهم بالبيض وحطيت الفرن العيش في الفرن يسخن معي. خلاص كده الناس بقى اللي هتطلع تقول لي يا هبه المعلقه المعدن والطاسه، انا بعمل بالراحه والله العظيم ومخليه بالي وعلى مهلي جدا، لاني الكميه صغيره والطاسه صغيره، ولما اجي استعمل المعلقه الخشب كبيره جدا على الطاسه. كده خلاص حضرت الفطار ولقيت عندي بقى كيس شيبسي عائلي كده فوق التلاجه، معرفش ايه اللي جايبه فوق التلاجه، اكيد حد جابه ونسيه، فرحت مفضياه في الطبق. وكده الدنيا بقت تمام عندنا والفطار اهو، ويلا بينا بقى نروح مشوارنا ونرجع تاني بسرعه جدا عشان بقيه الروتين بتاعنا جامد جدا وهنكمله مع بعض ان شاء الله. كده خلاص عايزه اقول لك ان الروتين دوت اصلا كان حوالي 59 دقيقه، يعني 60 دقيقه، عملته ازاي 18 دقيقه مش عارفه، ضعفته كده في بعضه وسرعته، المهم يعني اللي خليته حبه صغيرين مش كتير. هنا بقى دي كده القلعه منطقتي وافتخر طبعا. اشتريت الحاجة واشتريت طقم حلل زي ما قلت لكم اللي فيه حاجة هتعجبكم جدا. اشتريت طقم حلل لان كنت محتاجاه ولقيت عليه عرض فاشتريته. اشتريتيه منين يا هبة؟ والحلل دي نوعها ايه؟ الحلل دي نفس النوع الحلل السوداء اللي انا بستخدمها في الاكل اللي انتوا على طول بتسألوني عليها. اشتريتي طقم الحلل بكام؟ اشتريته عامل 750 جنيه عامل عليه عرض. طب منين؟ من سنتر الشروق اللي في السيدة عائشة، عندنا محل اجهزه كهرباء، اجهزه كهربائيه، ادوات منزليه، معلش يا جماعه متيسه بس شويه، ادوات منزليه، فكان عامل عرض وكده فاستغليت الفرصه. طبعا بما ان المحل في وسط السوق كده فاشتريت برضو طلبات للبيت. استنوا بقى ايه الحلقه القويه جدا بتاعه طقم الحلل وكمان المشتريات للمطبخ، جامده جدا جدا، وهن ايه هندلع المطبخ بتاعنا ان شاء الله الفتره اللي جايه على شهر رمضان باذن الله. هعمل لكم فيديو منفصل للمشتريات ديت واقول لكم انا جبت ايه بالاسعار بكل حاجه، وليه اخترت الطقم دوت بالذات، لان انا جربت الجرانيت، نوع الجرانيت دوت لقيته حلو معايا وشغال. ركنت بقى الحاجات اللي انا جايباها ودخلت على طول على المطبخ، لاني عايزه اقول لك ان العصر وانا طالعه على السلم كان بيأذن، ولسه لحد دلوقتي ما عملتش الاكل ولا عملت الغدا ولا عملت اي حاجه، اتاخرت ليه كده؟ المحل كان زحمه شويه بس مش زحمه لدرجه الزحمه، لا كان زحمه شويه كده عقبال ما ايه نقيت الحاجه اللي انا محتاجاها. وانتوا عارفين يعني لما بتخشي محل بتعملي ايه؟ بتبقي مش عايزه تمشي من
المحل غير لما تتفرجي على كل حاجة في المحل. الفراخ طبعا عشان جاتلي من الصبح، فعملت فيها ايه بقى، جبت الشنطة بتاعة الفراخ زي ما هي كده، ورحت حاطة تحتيها صينية ومدخلاها على الرف بتاع التلاجة، خفت احسن تبوظ ولا اي حاجة. وفي نفس الوقت حطيت تحت الشنطة صينية عشان ما تنقطش على الرف بتاع التلاجة ويبقى ايه زفر والكلام اللي انت عارفة ده. بحب اقطع الحتة الاخيرة اللي بتبقى في الجناح، وبنضف الفرخة كويس جدا قبل ما بحطها في المحلول بتاعها، بنضفها من جوه ومن بره، لو فيها اي حاجة عايزة تتشال بشيلها، بشيل كمان حتة الكبدة الصغيرة اللي بتبقى في الورك، يعني بخليها زي الفل. ولو في شعر ولا ريش ولا اي حاجة في الجلد من بره ببدأ اللي انا اشيله وبخليها نظيفة. بعد كده بنعمل محلول كده، عبارة عن ايه، عبارة عن كوبايتين مية عليهم نص كوباية دقيق عليهم 3 معالق ملح عليهم كمان ربع كوباية خل ومعلقتين كبار من الجنزبيل، وبحط كل دوت كده مع بعضه، وبحاول ان انا اقلب الفرخة كده من جوه ومن بره، وبخلي المحلول ده يوصل لها، بسيبها منقوعة كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده بشطفها وابدأ ان انا بقى لو ايه هسلقها هدخلها الفرن اللي انت عارفاه. غيرت هدومي لاني كانت اتبلت، وطبعا انت عارفه الزفاره انا وسواسه شويتين ثلاثه، فطبعا بعد ما شطفت الفراخ صبنت الرخامه بتاعتي وخليت الدنيا نظيفه حواليا وزي الفل، وطبعا غيرت هدومي عشان برضو ايه احس كده مفيش بقى ريحه زفاره ولا اي حاجه، خلاص احنا خلصنا كل حاجه. بص هقفل دلوقتي عشان اذان المغرب، اذان المغرب وهرجع لك تاني. الله اكبر الله اعظم. خلاص دلوقتي رجعت لكم تاني بعد اذان المغرب، ويلا بينا نشوف هنعمل غدا ايه النهارده. بيني وبينك تعبانه جدا مش قادره اقف، ومحتاجه ان انا اعمل حاجه سريعه، حاجه سريعه بمعنى ان انا ما اقفش كتير على النار، لكن ممكن هي تقعد كتير في الفرن، انا مالي بقى تقعد زي ما تقعد، المهم ان انا ابقى ايه خلصت الاكل ودخلت جوه قعدت وريحت نفسي شويه. ايه هي الحاجه السريعه اللي احنا نقدر اللي احنا نعملها؟ هنعمل فراخ في الكيس الحراري. معايا هنا بصلتين كده متوسطين، وممكن تبقى واحده كبيره، بشرتها في المبشره، حطيت عليها ملح وفلفل اسود وشويه كمون وشويه كاري واي توابل انت عايزه تحطيها. الفلفل الاسود لسه ما حطيتش عشان جيت احط لقيت البطرمان فاضي، هجيب شويه من جوه او هجيب الكيس اللي انا كنت لسه مشترياه معاكم وهفضيه كده. خلاص ده الفلفل الاسود هفضيه في العلبه بتاعته وكده تمام والحمد لله. معايا هنا ورقتين اللي هو الورق الغار، حطيتهم على البطاطس لان مش هينفع اقلبهم مع البصل. وعندي هنا العلبة دي فيها كده حوالي 3 معالق صلصة، خدت منهم معلقتين، والعلبة يعني المعلقة التالتة في العلبة، هقولك دلوقتي هنعمل فيهم ايه. وحطيت كمان هنا على الصلصة حطيت شوية زيت، شوية كده بمعدل 3 معالق. وهنا بقى بحاول ان انا اقطع البطاطس، وعايزة اقولك اللي فعلا سبحان الله ربنا يعني خلق لكل حاجة ليها الاستخدامات بتاعتها، عشان صباعي متعور مش عارفة اقطع البطاطس خالص، مش عارفة املكها اصلا، ف الحمد لله على كل حال. طبعا هقلب بقى الخلطة دي كلها كده مع بعضيها، واخليهم كلهم كده المية بتاعت البصل تنزل بقى، وكمان التتبيلة كلها تشرب من بعضيها كده، عشان محتاجة لنا اتبل الفرخة بتاعتي كويس جدا واحطها في الكيس الحراري. الكيس الحراري بيتباع فين للناس اللي هتسألني؟ اي سوبر ماركت كبير او اي مكان بيبيع ادوات التغليف، ممكن تلاقيه كمان عند بتاع المنظفات، شفته قبل كده عند واحد بتاع منظفات بيبيع، عامل ركن كده مخصص للمناديل فهو كان بيبيعه. كيس مش غالي على فكرة، الكيس الباكت يعني كله في حوالي 3 اكياس او 5 اكياس، يعني ب8 جنيه ب5 جنيه، هيعملوا معاكي مرات حلوة، بتبقى حلوة قوي في رمضان. هنا بقى جبت الفرخة بتاعتي وحاولت ان انا اغلفها كلها بالتتبيلة، وعملت لها فتحات كده في الصدر بالسكينة بس من تحت الجلد عشان ما بوظش الشكل بتاعها. بعد ما غلفتها كويس جدا وتبلتها من جوه ومن بره وخليت التتبيله توصل ليها، شلتها حطيتها في الطبق التاني، ورحت جايبه بقيه البطاطس قلبتهم في التتبيله، وزي ما بقولك كده المعلقه بتاعه الصلصه حطيت عليها شويه ميه ورحت مقلباهم في البطاطس، وكده خلاص التتبيله بتاعتنا بالفرخه بالخضار بتاعنا بقى تمام. ينفع اضيف للبطاطس حاجه؟ ايوه ينفع، ممكن تستبدلي البطاطس خالص باي خضار عندك، كوسه، بسله، جزر، ممكن تجمعي كل دوت مع بعضه وتحطيه من تحت الفرخة برضو هيبقى طعمه حلو جدا. الكيس الحراري هنا لما طلعته شكيت كده بنسبة 50% اللي الكيس ممكن يبقى صغير، وكنت حاسة فعلا ان الكيس هيبقى صغير، بس قلت بقى انا هعمل واللي ربنا عايزه هيكون. حطيت فيه رش الدقيق علشان هو يفضل اللي انت تحطي رش الدقيق علشان خاطر الخضار ما يلزقش في الكيس.
جيت احط الفرخه بقى وعماله ادعي ربنا ان الكيس يطلع مقاس الفرخه، وبالفعل الحمد لله الكيس طلع مقاس الفرخه وكله كده تمام وتحت السيطره. فضلت ان انا احط البطاطس من تحت الاول عشان تبقى اي صوص بقى ينزل من الفراخ ينزل على البطاطس ويبقى طعمه حلو. الكيس بيجي معاه قفل زي ما انت شايفه كده، بقفلها بقى كويس جدا بالقفل بتاعها، وبفتح لها فتحه بسيطه قوي في الكيس من فوق كده، فتحتين ثلاثه عشان الكيس ما يفرقعش منك في الفرن. عايزه اقول لك بقى، قولي لي رايك في الاوبشن الجديد بتاع الموبايل اللي انا كنت لسه بصور بيه. الاوبشن دوت بيبعد الكاميرا كده شويه، لو عجبك قولي لي حلو نستمر عليه، لو ما عجبكيش خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي كده نفس الشكل اللي انت شايفاه ده كده، الكاميرا عاديه. الاول كان اوبشن جديد في الموبايل. حطيت الفراخ بتاعتي في الفرن ولسه الروتين بتاعنا مكمل، واوعي تسيبيني وتمشي. عايزه اقول لك الروتين دوت والله سجلته 3 مرات وفشلت في التسجيل، دي المره الرابعه. هعمل بقى شوية رز كده بشعرية جنب البطاطس وجنب الفراخ وبس كده، خلاص كفاية لحد كده. حمرت الشعرية وحطيت الرز، قلت عقبال ما الرز بتاعي ياخد الغلوة الأولانية عشان أوطي عليه النار أغسل بقى الطبقين اللي في الحوض دول ونخلص منهم والدنيا تبقى تمام. يعني قلت استغل الموقف كده وهو الرز لسه على النار عقبال ما نوطي عليه، والفراخ طبعا هتعيش حياتها، هتقعد قد ايه في الفرن؟ ممكن تقعد من ساعة وربع لساعة ونص ان شاء الله، يعني مع نفسيها بقى كده انا خلصت كده اللي ورايا والحمد لله. واحنا واقفين بنغسل المواعين او انت واقفة في المطبخ كده ما بتكلميش حد حواليكي وواقفة بتعملي الاكل، حاولي يبقى ذكر الله في بقك على طول، طول الوقت عمالة تدعي ربنا لكل حاجة نفسك ربنا يحققها لك، تدعي ربنا يا ربنا يشفي كل مريض يشفي مرضانا اللهم امين، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه ويهدي عيالنا اللهم امين يا رب. عودي نفسك اللي انت على طول تقولي قران وانت واقفه، تقولي السور الصغيره حتى كده بتحصني البيت من كل حاجه، صدقيني الموضوع دوت بيختلف جدا جدا جدا. عودي نفسك عليه وعودي نفسك لسانك على طول ينطق ذكر الله، صدقيني الموضوع بيبقى حلو قوي قوي قوي. اشتريت راديو صغير كده هوريه لكم علشان خاطر احطه في المطبخ عندي اسمع عليه قرآن في شهر رمضان. الراديو شكله حلو قوي جميل جدا، معجبه بيه قوي، هوريه لكم ان شاء الله. عندي هنا امبارح بقى عايزه اقول لك اللي انا اتدبست، زي ما اتدبست كده في قفص الطماطم اتدبست كده في 4 كيلو القيس، محتاجه بقى اللي احنا ايه نفرزهم مع بعض. قشرتهم الصبح طبعا من غيركم في الفترة اللي انا كنت قاعدة فيها بستريح شوية، قشرت فيها القلقاس دوت وقلت اغسله بالمرة وانا واقفة والاكل لسه على النار. ما انا قلت لك اللي في حد دعا عليا وقال لي مش هتستريحي يا هبة، هتفضلي في المطبخ على طول ليل ونهار، مش عارفة مين اللي دعا عليا كده، بس الحمد لله الحاجات دي كلها لما بنعملها بعد كده بتبقي مرتاحة طول الشهر، يعني تتعبي يوم او تتعبي مثلا يومين ثلاثة ورا بعض لكن طول الشهر بتبقي قاعدة مستريحة. طبعا بعد ما غسلت القلقاس بتاعي كويس جدا بغض النظر عن الناس اللي هي ما بتغسلهوش، كل شيخ وليه طريقة، انا تعودت ان انا اغسله فمش عارفة اغير التعويدة ديت ولا المهم عبيت القلقاس بتاعي ال4 كيلو طلعوا معايا 4 اكياس ما شاء الله، كل كيس فيه يعني بمعدل كيلو كده. وهنا الفراخ بتاعتي خلاص كانت دخلت في الفرن زي ما انت شايفه، دخلت في الفرن ايه، دخلت في السوا، ركزي يا هبه مركزه يا اختي والله. حطيتي اللايك؟ ما حطيتوش، حطي اللايك بتاعك عشان ابقى عارفه ان الروتين بتاعنا النهارده عجبك. الفراخ بتاعتي دخلت في الفرن، برضو هقولها تاني، دخلت في السوا سايباها تعيش حياتها. تعالي معايا نشوف بقى احنا جبنا ايه من السوق، بما ان يعني كنا في السوق سبت، عايزه اقول لك ان انا سبت الشنط قدام باب المحل وعديت على الصف التاني عشان اشتري البصل واشتري السلق للقلقاس، لان السلق لما جالي امبارح جالي من غير، انا لخبطت الدنيا، القلقاس لما جالي امبارح جالي من غير سلق، فهفرزه من غير سلق؟ لا طبعا ما ينفعش، فرحت راحه على طول جايبه السلق بتاعه بالمره يعني وانا في الايه في السوق. ده البصل اللي انا جبته الكيلو عامل 7.5، معرفش ايه اللي غلاه كده بس مش عارفه كان ب6.5 بقى ب7.5، ربنا يرحمنا يا رب اللهم امين يا رب من الاسعار دي. كان عندي بطاطس كنت محطاها في العلبة الحمراء دي او في السبت الاحمر ده، هفضيها برضو في التربو كده ويبقى تمام. والبصلتين ثلاثة دول اللي كانوا عندي بس، فكنت فعلا محتاجة بصل كده. خلاص حطيت بقى الخضار بتاعي جوه التربو، فاضل ايه؟ فاضل اللي احنا بقى نشوف السلق اللي احنا جبناه مع بعض.
عايزه اقولك ان انا لما بفرز حاجات في الفريزر ببقى مستريحه نفسيه، يوم زهقانه تعبانه مش عارفه اعمل اكل ايه محتاره، ساعات بتهفني الشوق كده بالليل اروح قايمه عامله الاكل بتاع تاني يوم الصبح، الحاجات دي كلها والله العظيم بتبقى في البيت نعمه جدا. جبت سله قد ايه؟ مش عارفه، اتجننت في دماغي وجبت كميه كبيره بس ما شاء الله يعني. جبت ب 10 جنيه، الواحده كانت بجنيه، فاداني 11 واحده ب 10 جنيه، واداني كمان واحده كزبره وواحده شبت. كزبره، كزبره. بصي بقى السلق انا بقطعه ازاي؟ بقطع بس الورق بتاعه، انا مش باخد العروش بتاعته. هقطع بقى الكميه دي كلها بس مش هعملها النهارده، لان لو فعلا عملتها النهارده ابقى خلاص بموت نفسي يعني، كده بموت نفسي بالبطيء. هقرطفها كده واقطعها كده وهسيبها بقى ايه، اغسلها بكره واعملها بكره ان شاء الله باذن الله نحيانا ربنا. بس هغطيها بكيس بلاستيك عشان ما تدبلش مني او الورق يدبل كده ويبقى مش حلو. هنا الفراخ بعد ما طلعت من الفرن استوت وخلاص، خدت السوا بتاعتها كامل. عايزه اقولك اللي هي مش استوت بس، لا دي اتهرت كمان وبقت عامله زي الزبده بالظبط. طبعا ما فتحتش الكيس على طول، سبتها تهدى شويه علشان خاطر ممكن وانت بتفتحي الكيس كده وانت لسه مطلعاها من الفرن تتلسعي ولا قدر الله، لان اللسعه بتاعتها صعبه جدا، خلي بالك من الموضوع ده. والبطاطس كمان بصي يعني مهريه على الاخر، الفرخه انا مش عارفه اشيلها من كتر ما هي مستويه. اعملي الطريقه دي حلوه جدا. طبعا بقى بعد ما اتغدينا والحمد لله لسه النهار طالع، دلوقتي الساعه كام؟ خلاص ساعه غروب الشمس، يعني الساعه تقريبا داخله على 6 الا حاجات بسيطه. كان عندي كوم غسيل ولا هرم غسيل، حاجات غسيل كتير قوي ما اعرفش بيجي منين مش عارفه. المهم نشرت الغسيل وخليته كده زي ما انت شايفه، غسيل كتير جدا. المهم اللي انا نشرت كله فوق بعضه، حتى في حاجات حطاها فوق حاجات، مش مشكله ينشفوا بكره بس ما فيش غسيل يكمكم ويبقى ريحته وحشه، كله ينشف مع بعضه والحمد لله اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا الغسيل دوت انا مشغله الغساله على مدار اليوم بس ما رضيتش ان انا اصور موضوع الغساله، قلت في الاخر ايه نصور مع بعض المنشر واحنا بننشر وخلاص على كده والحمد لله. ختمت بقى الروتين بتاعنا بايه دلوقتي حاليا يعني الساعه كام؟ انا قعدت بقى طبعا الفتره دي كلها اريح نفسي شويه لان فعلا كنت تعبت. دلوقتي حوالي الساعه كام؟ حوالي الساعه 9 بالليل. عايزين ياكلوا حاجه حلوه وانا مش قادره اقوم اعمل اي حاجه، خلاص موتت نفسي طول اليوم. فطلبت لهم اللي هي مولتون كيك، جات لنا بقى دريفلي يعني، طلبتها لهم بالتليفون مع ان انا بعرف اعملها والله وبعملها حلو جدا وبتبقى طعمها جميل جدا زي بتاعت بره ويمكن احلى كمان، لكن هم كانوا مصممين فقلت خلاص مش مشكله. المحل دوت في السيده زينب لو انت عايزه منه، بس بتبقى سايحه اكتر في المحل يعني، لما تاكليها في المحل بتبقى سايحه اكتر، عقبال ما بتجيلك البيت بتبقى مسكت نفسها كده، ومعاها الايس كريم بتبقى طعمها حلو جدا. على فكره انا هجيب طواجن ونعملها مع بعض الفتره اللي جايه ان شاء الله، فعلا طعمها حلو جدا. دي بقى على وشها نوتيلا، انا مش بحط على وشها نوتيلا. بس كده خلاص، ده كده الروتين بتاعنا النهارده. ايه رايك في الروتين بتاعنا دوت؟ واستني بقى فيديو المشتريات اللي احنا اشتريناها مع بعض ان شاء الله هتعجبك، وحطي لي لايك للفيديو بتاع النهارده، ولو عجبك برضو حطي لي لايك واكتبي لي في الكومنتات عملتي اكل ايه النهارده. بحبكم في الله يا احلى.